بالنسبة لتشكيل المجاميع، مؤثر الشعبة دزليها 13 مجموعة، بقت بس مشكات من جماعة الصباحي، مشكات هي المجاميع المسائي والصباحي. راحتش دكتورة، تريدين عيون مسائي أصغر إذا تناقشينها؟ أوكي ماشي. أنتي أنا راح أناقش شو مشكلة، بس أنتي بعدين يا مجموعة تختارين بلغي ممثل الشعبة حتى يضيفك. أوكي؟ ما شاء الله. بالنسبة لمريم محمد، مريم محمد. نعم دكتورة. الحمد لله دكتورة، أنت شلونك؟ أنت ما أعرف شيء خالد، اسمك بالمجموعة رقم 13، ومريم خالد وسماء وعمر لطيف. أوكي تمام. لو دكتورة براحتش. مريم دكتورة. نعم دكتورة، بس المايك. أوكي تمام تهدي. أوكي بس المايك. اوكي شكرا. طلاب انتوا البقيه 13 مجموعه، كل مجموعه بيها 4 طلاب، وطبعا انتوا اللي اختاريت المجاميع. دزليها ممثل الشعبه وراح اثبتها يمي، يعني هاي المجاميع ما تتغير. اوكي احد عنده اعتذار؟ تمام عندي دكتور عن شديد ايش هذا. ماشي ذاك الأسبوع شرحنا على الويست ووتر تريتمنت، معالجة المياه الملوثة أو مياه الصرف الصحي أو المياه الصناعية، وقلنا أول وحدة من محطات معالجة المياه هي محطة أو السيديمنتيشن تانك أو السكلين تانك. عندي مواد عالقة، مواد عضوية دائبة، مواد غير عضوية، موجودة كلها بالويست ووتر، إذا كان هو مياه صرف صحي أو كان مياه صناعية. أني عندي مياه ملوثة، هاي المياه الملوثة هي ويست ووتر، فيها مواد عالقة سسبندد سولتس، فيها مواد غراوية، فيها مواد عضوية، فيها مواد غير عضوية، وأيضا فيها نيتروجين وفسفور وهيفي ميتال وإلى آخره من الملوثات الموجودة بالويست ووتر. فقلنا أول وحدة لمعالجة المياه الملوثة هي السفلي تانك، والسفلي تانك مثل ما شفتون هذه الصورة، هذا هو السفلي تانك، أما رياكتينوبلر تانك أو سيركولر تانك، هذا نوع رياكتينوبلر تانك. بالديزاين بالأسئلة اللي شفتوها توتوريال دائما يطلب من عندك أبعاد الخزان، L هو الطول، W هو الويدث، و الدي مرات او مرات يسميه الاتش هو الدبث العمق. فاحنا ذاك الاسبوع شوفتكم اياها هذه وشرحت عنها، فقلت عندي ثلاث سرع مهمه، واليوم راح اشرح على السرعه اللي موجوده بالامثله اللي هي السكور فيلوسيتي. فعندي 4 سرع راح تصير هوريزونتال فيلوسيتي. هوريزونتال فيلوسيتي تكون بالاتجاه الافقي، فهي تكون الفلوريت على المساحة الجانبية، يعني الكيو على الدبليو في الاتش، مفهومة هذه horizontal velocity اللي هاي مكتوبة جوا هنا، هو كاتبها اليو، احنا نرمز لها اليو اتش. صوتي واضح؟ لو علي بعد صوتي اوكي تمام؟ نعم واضح. هذه horizontal velocity ما عندنا بها مشكلة. قلنا السفلك velocity طبعا اكو بارتكلز ديسكريت بارتكلز، يعني مفرده، يعني تنزل يعني عمليه الترسيب، اكو بارتكلز متجمعه. احنا راح ناخذ النوع الاول لان النوع الثاني هذا قلنا على الطريقه الكيميائيه انه اضيف ماده الشب وجمع هاي البارتكلز، وايضا اكو خزان للترسيب. هسه هذا الخزان البسيط باربع مناطق مثل ما قلنا ذاك الاسبوع، منطقه الليزون، منطقة الأوت، منطقة الدخول، ومنطقة الخروج، وهاي المنطقة اللي لونها غامق اللي هي السفلينج زون، هي هاي المنطقة الفعالة، هي هاي اللي راح تكون أحسب بيها الهوريزونتال فيلوسيتي، السفلينج فيلوسيتي، بالإضافة إلى تشوفوها أكو قاع الخزان منطقة غامقة، يعني لونها أغمق من المنطقة اللي
اللي موجودة بالخزان بالأعلى، هذه أسميها الإسلاج. الإسلاج هو مواد صلبة مترسبة، يعني بعد عملية المعالجة، وإحنا قلنا هنا تكون عملية الفصل للسسبند السوليد، المواد العالقة اللي إلها خلينا نقول السايز، إلها السايز أو بارتيكلز يكون يعني خلينا نقول أكثر من واحد مايكرومتر. فالمواد المترسبة بعد عملية الفصل، بعد ما أخلي هذا المي الملوث بزمن معين 2 إلى 4 ساعات، زين، فبعدين راح يبدي تنزل هاي المواد المترسبة، راح يصير بالأسفل الإسلاج. فإذا 4 مناطق، منطقة الدخول ومنطقة الخروج ومنطقة السكلينج فيلوسيتي، بالإضافة إلى منطقة الإسلاج الموجودة بقاع الخزان. مفهوم لهنا؟ الكلوريت الداخل بالخزان الكيو إن يساوي الكيو أوت، يعني الكيو نفس الكلوريت الداخل بالخزان نفس الخارج من الخزان. ومهم جدا أنه أحسب إيش قد أبعاد هذا الخزان، هذا راح أمر عليها مرور سريع. هذا بالنسبة هذا الرسم عندكم الهوريزونتال فيلوسيتي والسيركلينج فيلوسيتي. ذيك المحاضرة قلت لكم أكو بالإضافة إلى سرعة الترسيب والهوريزونتال فيلوسيتي أكو الأوفر فلوريت اللي سميناها البي نوت، أو مرات يرمز لها بالمصادر الأس أو آر اللي هي السيرفس أوفر فلوريت، اللي هي أو نسميها الديزاين فيلوسيتي. هذه هي البي نوت، هي نفسها الأس أو آر، ومرات يسميها البي كريتيكال. أوكي، هذه السرعة اللي إحنا راح نعتمد عليها بتصميم الخزان. هذا نوع أكتينوغلاكتاك، هاي المناطق إحنا نبينها، هذا الصور شفتوها، هذا الدائري، هذا اللي نشاف ذاك الأسبوع. خلي يشوف هذا الخزان الدائري اللي يكون بعد الخزان عندي وير، هذا الوير هم أحسب الكلوريت خلاله وأحسب إيش قد الطول للوير، اللينكز أوف ذا وير، وأيضا الكلوريت اللي أن تدخل بتصميم الخزان. عندنا سكلينج تايبس أوف ذا سكلينج، ترسيب ممكن أن يكون مفرد يعني بسكريت سكلينج، أكو الفلور فلنت سكلينج، أكو الهندرد سكلينج، وأكو إلى يعني احنا راح ناخذ النوع الاول. هذه المسار للبارت اوف ذا بارتكلز في حاله انه ديسكريت بارتكلز، اللي اذا عبي انا احكي على الرسم من الجهه اليسرى المتجمع اللي هو انه احنا راح ناخذ النوع الاول، وعندي النوع الثاني والنوع الثالث. الملاحظه المهمه اللي قلتها وراح اعيدها انه اني عندي احتمالين بالسفلينج تانك، ممكن أن تكون نسبة الإزالة 100%، ممكن أن تكون نسبة الإزالة جزئية. فإذا أحسب السفلينج فيلوسيتي وأحسب السيرفس أوفر فلوريد أو السفلينج ديزاين، إذا نسبة الإزالة 100% فأساوي السفلينج فيلوسيتي إلى الكريتيكال فيلوسيتي أو الديزاين فيلوسيتي، وممكن أن أحسب من عندها الأبعاد، ممكن أحسب من عندها W، ممكن أحسب من عندها الطول. فهذه إنه إذا أقول نسبة الإزالة 100% حتى أقدر أطلع من هالمعلومة هاي إنه أساوي السفلينج فيلوسيتي ويا الكريتيكال فيلوسيتي حتى أقدر أحسب أبعاد الخزان. هذا المعلومة الأولى. المعلومة الثانية بتصميم الخزان إنه إذا كان عندي إزالة جزئية، أنا راح أقول لك إذا نسبة الإزالة كانت مثلاً 75%، فنسبة الإزالة إذا جزئية فأقسم السفلينج فيلوسيتي على الأوفر فلويد. مفهوم؟ فهمتوا هذه؟ لو عيدها بس عيدها والله. أوكي طلاب، بالنسبة للسكلينج تانك إذا كان رياكتينوغلار تانك أو سيركولار تانك، صورة عامة عندي احتمال للترسيب، ممكن أنه الترسيب يكون 100% إذا كان نسبة الترسيب يعني نسبة الإزالة 100% removal efficiency، إذا أقصد 100% معناته السكلينج فيلوسيتي تساوي الكريتيكال فيلوسيتي.
إذا كانت نسبة الإزالة جزئية لا، القانون راح يكون إنه الساكليك بيلوسيتي قسمها على الكريتيكال بيلوسيتي. هي الكريتيكال بيلوسيتي بقصد بها نفس الأوفر فلو ريت والساكليك ديزاين. هسا راح نشوف الأمثلة اللي يمكن ذاك الأسبوع شرحنا، بس مثاليا راح أبدي أشرح الأمثلة نتناقش بها وبعدين نرجع على التوتوريال حتى تكون فاهميها، وأتمنى تكون قاريها يعني من أسأل قاريها مو في الجرعة الصباحية. أسأل هي الثلاثة الجوابون والباقي ولا يمهم ولا يمهم. أنا الأسماء قدامي على حق طالب المجتهد يأخذ درجة، ما يأخذ ما يجاوبني ما أخلي له درجة. أوكي متفقين طلاب؟ متفقين؟ شو سكتوا؟ تمام دكتور. أوكي تمام زين. نروح على الشروط اللي خليناها إنه all particles with terminal settling velocity، شو وقت تصير نسبة الإزالة إذا كانت settling velocity أكبر ويساوي critical velocity أو design velocity. إذا كانت الإزالة جزئية معناته settling velocity أقل من critical velocity، ونفس هذا الحكي اللي حكيته. إذا كانت نسبة الإزالة 100% معناتها السفلينج فيلوسيتي أكبر ويساوي الكريتيكال فيلوسيتي، وإذا كانت نسبة الإزالة جزئية معناتها السفلينج فيلوسيتي أقل من الديزاين فيلوسيتي أو الكريتيكال فيلوسيتي. هذا الشرطة اللي إحنا موجودة بالديزاين. هذا بالنسبة هاي المهم، هذه بداية المحاضرة قلت لكم هوريزونتال فيلوسيتي عرفت شلون احسبها، السكلينج فيلوسيتي شلون احسبها من القوانين، اما قانون نيوتن اكويجن او قانون اللي هي المعادله العامه اقصد بيها اللي اشتقيناها احنا، او من قانون ستوكس اكويجن اذا كان لامينار فلو، من قانون نيوتن لو اذا كان تيربلنت او ترانزيشن فلو. بقى هذا الاوفر فلوريت نفسه، هذه راح اعيدها للمره الثانيه. الاوفر فلوريت ممكن ان يرمز لها في نوت، سجلوها يمكن، ممكن أن يرمز لها الـ SOR capital، هذه الحروف Surface Over Fluoride Loading أو Rate. ممكن أن يرمز لها الـ V sub C Critical Velocity، فهذه هي المسميات وهي اسمها الـ Over Fluoride. هي عبارة عن الـ Fluoride الـ Q يعطيك إياها مقسومة على يمين، مقسومة على السفنك سيرفس اريا، المساحة الجانبية، العفو المساحة للخزان اللي هي W في الـ L. الهوريزونتال فيلوسيتي هي قانونها أيضا أقدر أحسبها Q فلوريد، بس على اليمن على المساحة الجانبية اللي هي W في الـ H. هنا الأوفر فلوريد المساحة راح تختلف، Q على المساحة اللي هي W في الـ L، يعني الطول في العرض المساحة. هذا بالنسبة للرياكتين وغلافتان، بس بالنسبة المساحة دا سيركولا التارك تعرفوا هذه باي على 4 دي سيكولا من الاريا، مفهوم؟ مفهوم دكتور. اوكي نرجع هاي شفتوها انتو، هذا الجدول نحتاجه، اكو رينج للطول وللعرض وللارتفاع. فدائما من احسب يعني ارجع انه انا يعني اذا كان مثلا الطول من 15 الى 90 وأنا طلعت بين هذا الرينج مثل 43 تمام ما عندي مشكلة. إذا كان أكبر من هذا الرينج الطول معناته أقول ما أحتاج خزان واحد، أحتاج أكثر من خزان. أوكي هذا اللي أول مرة اللي أكتنه بلابتانك مطيك الرينج للطول والعرض والارتفاع. سيركولار تانك لا، يطيك فقط للدايميتر والعمق الدف. الأوفر فلوريت اللي القانون اللي قلت له هذا قبل هذا السلايد، هذا اللي هي نفسه السيتلينج ديزاين، يكون لها رينج بالسيركولار تانك وبالرياكتر بلار تانك. للرياكتر بلار تانك من 35 الى 110 متر بير دي، ومن بالنسبه للسيركولار تانك من 10 الى 60 متر بير دي. هذه هنا اللي هذا اللي ريموفال افشنسي، اذا عندك التايم وعندك البي او دي، ترتيز البي او دي او التي اس اس، شنو هاي التي اس اس والبي او دي؟
أحد يجاوبني؟ شنو السؤال دكتورة؟ على هذا الرسم اللي معروض قدامكم، شنو رمز التي اس اس والبي او دي؟ شنو هذه المن هاي وين موجوده؟ شنو هذه البي او دي؟ المواد العضويه العالقه وين موجوده؟ بالويست ووتر مو؟ اي بالضبط. وين التي اس اس؟ تيرمينال سسبندك هيتش. لا لا لا، التوتال سسبند. التوتال سسبند سوليد. اي اذا ارجع اكد شوي، ركزوا وياي انه السبلاي تانك يزيل المواد العضويه يعبر عنها بتركيز البي او دي زين، و يزيل المواد العالقه، بس كفاءته في ازاله المواد العالقه تكون اكثر من ازاله المواد العضويه، لان المواد العضويه مثل ما قلت لكم ممكن انا ازيلها بالسبلاي تانك، بس اكثر شيء ازاله المواد العضويه الذائبه على طريقة البيولوجيكال تريتمنت اللي راح اشرحها الاسبوع الجاي. اوكي طلاب، هسه هنا على مفهوم زين هذا البي او دي. احد يقول لي شنو يعني البي او دي؟ يعني بس احنا نرمز للبي او دي، يعني له تعريف له شيء؟ نسبة المواد العضوية العالقة. يعني هو شنو هو؟ شو اسمه؟ بيولوجيكال اوكسجين ديماند. زين هذا كمية الأكسجين اللي أحتاجها حتى تأكسد المواد العضوية الموجودة بالويست ووتر، كمية الأكسجين اللي أحتاجها، هذه طبعاً قلت لكم بالبيولوجيكال تريتمنت اللي أحتاجها، كمية الأكسجين اللي أحتاجها حتى يأكسد المواد العضوية الموجودة بالويست ووتر. فإذا هو مرات يكتب BOD 5، يعني BOD sub 5، يعني هذا الفحص كل خمس أيام يسووا له فحص للويست ووتر ويشوفون إيش قد نسبة المواد العضوية الذائبة. طبعاً أكو فحوصات أخرى للمواد العضوية، أكو COD، أكو TOC، يعني كمية الكربون والهذه. بس إحنا يعني أنتوا كطلاب بكالوريوس أنا ما راح يعني أدخل كل شوية أكون تفاصيل أكثر، بس إنه عرفوا إنه من تسمع بالبي أو دي إنه يقيس تركيز المواد العضوية الموجودة بالويست ووتر، التي أس أس يقيس تركيز المواد العالقة بالويست ووتر. هذه شرحناها ذاك الأسبوع، بس حبيت أذكركم بها. هذا قلنا الريموفال افشنسي ممكن أن تكون أعتمد على الأي والبي ثوابت والتايم، بس انتبهوا هنا التايم دائما عندي حالتين. طبعا التايم مثل ما قلت لكم يساوي للفوليوم على الكيو مود، تايم شي يساوي الحجم على الفلورايد. هذا التايم الفلورايد ممكن تكون ات افريج فلو وات بيك فلو، طبعا البيك فلو اكثر من الافريج فلو. فاني اذا ما ذكر لي محدد لي نسبه الازاله يريدها ات افريج فلورايد او ات بيك فلورايد، انا دائما اخذها ات افريج فلورايد. مفهوم؟ نعم دكتور مفهوم. زين ممكن قانون ثاني، اذا مو هذا ما طال الثوابت، شلون احسب الريموفال افشنسي؟ نسبه طبعا هاي نسبه الازاله، دا اقصد نسبه الازاله للتي اس اس وللبي او دي، شلون احسبها؟ من القانون، قانون يا قانون انه التركيز الداخل مو ناقص تركيز الخارج تركيز الداخل. مو ذاك الأسبوع قلت لكم إياها، إذا ما طاني المعادلة هذه وما طاني قيم الـ A والـ B، أنا بصورة عامة نسبة الإزالة يعني معروفة بالويست ووتر تريتمنت إنه نسبة الإزالة تساوي R برسنت، R تساوي خط كسر بالبسط تركيز الداخل للمواد العضوية أو للمواد العالقة ناقص تركيز الخارج للمواد العضوية والمواد العالقة على التركيز الداخل. أصا هذه راح نشوف هذه الأمثلة هاي هنا، هذه اللي إحنا ذاك الأسبوع يمكن هذا المثال شرحته لو ما شرحته، شوفوا طلاب هذا شرحت المثال إيه، هذا شرحته أكو أمثلة ما شرحتها. هذا المثال أنا أعتقد إنه هنا طبعاً شوف هنا بس أول خطوة مثل هذا الـ solution
نقطة رقم واحد assume the surface settling rate. ليش يفرض 40 متر مكعب على متر تربيع بيضي؟ يعني هيك فرضية أي فرضية؟ وإنما هو لو يعطيني إياه بالسؤال أو أروح على الجدول إلى رينج معين. يعني surface settling rate إلى رينج معين من 40 متر مكعب على متر تربيع بيضي موجودة بالجداول إلى أعتقد 200 أو هيك شيء. فإحنا هو معطيني إياه بالسؤال. وإذن القانون هو قانونه اللي هو البينو أو الـ SOR أو البيكريتيكال هي الـ Q على الأريا، والأريا بالنسبة للرياكتين بلارتان هي W في الأريا. هذه شفتوه وشرحت ذاك الأسبوع. انتو ذا تريدون راجعوا أي استفسار على حاضرة هذا الإكزامبل 2 بعد زين. هذه اللي جبت لكم عليها السكور فيلوسيتي تذكرون قلت لكم أجلوها على المحاضرة القادمة يعني على محاضرة اليوم. نعم دكتور قلت ما أشرح هذا الشيء. أساس كم سرعة صارت عندي بالخزان السفلنكتان عندي horizontal velocity وسفلنك velocity والsurface over flow rate هذا discolor velocity سرعة الانجراف. يعني شنو معناتها؟ بعد ما ترسبت البارتكل سبقاع الخزان هذه ممكن إنه تصير ترجع هذه البارتكس مرة ثانية تكون يعني تصير بحالة تكون بالصورة العالقة ترجع يعني ترجع إنه ما تستقر بقاع الخزان ترجع تصير بهيئة السسبند السوليد. فأحسب السكوار فيلوسيتي هي هذا تكون تحت الجذر 8 في الكي. الكي هي تعتمد على نوع البارتكلز يعني قيمتها 0.04 إلى 0.06 موجودة ويعني تعطى مرات يعني بالسؤال وتعطيك الرنج وتتعقض يعني حسب الرنج الموجود عندك. الاف معامل الاحتكاك. الاس هو specific gravity of the particles تحسب هاي السرعة ويا من تقارنها ويا الهوريزونتال velocity تشيك. لازم تكون سرعة السكور فيلوسيتي لازم تكون الهوريزونتال فيلوسيتي أقل من هاي السرعة. حتى لا يصير حالة إنه ترجع ري سسبندد سوليدز يعني ترجع مرة ثانية البارتكلز ترجع حالتها يعني تترسب وبعدين ترجع تكون عالقة بالويست ووتر. فأنت تحسب هذه السكور فيلوسيتي وتحسب الهوريزونتال فيلوسيتي وتقارن. لازم تكون الهوريزونتال فيلوسيتي أقل من السكور فيلوسيتي حتى تقول إنه ما عندي حالة إنه رجوع البارتكلز إلى الويست ووتر وترجع مرة ثانية تصير سسبندد سوليدز عالقة بالمي بالمي أو يعني ووتر أو الويست ووتر. فهذه السرعة الرابعة. إذا أربع سرع أنا يعني حسبتها بالديزاين سكلينج فيلوسيتي ومهمة. هذه السرعة مهمة أقارنها وين؟ طبعا قلنا إحنا سكلينج فيلوسيتي أقارنها ويا الأوفر فلويد الفيموت بس السكور فيلوسيتي أقارنها ويا الهوريزونتال فيلوسيتي. لازم تكون قيمة الهوريزونتال فيلوسيتي اللي هي حسبناها بداية ال يعني المحاضرة على الرسم اللي يمكن ثاني سلايد موجود بيه إنه الهوريزونتال فيلوسيتي لازم تكون أقل من هاي السرعة حتى تقول عملية السفلنج فيلوسيتي تكون عندي تمام وإنه ما ترجع هذه البارتيكلز تكون عالقة مرة ثانية بالويست ووتر. بس لهنا هذه حرحنا إحنا هذه السرعة الرابعة اللي حسبناها دائما يعطيك نسبة إزالة للبي او دي وللتي اس اس بتحسب هاي المعادله او المعادله اللي قلت لكم اللي هي معروفه. فنحسب ات افرج فلوريد ات بيك فلوريد ونقارن. فشوفون بالنسبه ات افرج فلوريد نسبه الازاله بالنسبه لهذا المثال للبي او دي 36% وللتي اس اس 58%. فهذا ياكد كلامي إنه السيتلينج فيلوسيتي راح يكون كفو في إزالة التوتال سسبند السوليد أكثر من البي أو دي. كذلك آت بيك فلو هماتين نفس الحالة إنه
الإزالة للسسبند السوليد تكون أكثر من الإزالة للبي أو دي. أوكي طلاب؟ دكتورة بلازع بس عيديها مع السرعة سكور فيلوسيتي. سكور هاي سرعة يعني إحنا إذا نقول هي سرعة انجراف البارتيكلز. شلون تحدد السي اس تي؟ هسه كل لحظة خلي أطلع لك هذا الرسم صار شوي راح أعبر السلايدات بس أطلع الرسم هذا تشوفوا هذا الرسم قدامه هذا شنو الزاوية صارت عملية الترسيب أوكي هاي المنطقة الغامقة قاع الخزان هذا شنو شو ترسبت المواد جزيئات يعني البارتيكلز اللي ترسبت المواد الصلبة تشوف هذه الفوقها اللي رجعت هذه أرجع الرسم لا شفتوا هذا الرسم شفتوا هذه الصورة نعم دكتور هسه شنو اللي يترسب السلاج أو المواد الصلبة مترسبة قاع الخزان ممكن إنه هذه اللي ترسب بعد أن تترسب ترجع تصعد إلى الأعلى أوكي فهذه يسموها سرعة الانجراف أوكي هذه السرعة اللي أنا حسبتها هذه السرعة أكو horizontal velocity. The horizontal velocity أحسبها وأقارنها ويا سرعة السكوار velocity. لازم تكون the horizontal velocity أقل من سرعة السكوار velocity حتى أقول مصر عندي هذه الحالة إنه البارتيكلز ترجع مرة ثانية تكون يعني تكون عالقة بالوست ووتر. يعني أنا ترسبت عندي بس أكو حالة إنه بعد الترسيب ممكن أن تقسم من البارتيكلز تصعد إلى الأعلى وهي الويست ووتر فهذه هي سرعة السكوار فيلوسيتي سرعة الانجراف للبارتيكلز فأني شلون أنه حتى هذه مصير هذه الحالة أحسبها السرعة وأحسب الهوريزونتال فيلوسيتي وأقارن إذا كانت الهوريزونتال فيلوسيتي أقل من هاي السرعة ما عندي هاي الحالة بس إذا كانت أكبر معناتها أنه رجعت هذه البارتيكلز سببت لي حالة السسبندل إنه تكون عالقة بالوست ووتر مفهوم؟ نعم دكتور مفهوم. أوكي فأنت تحسبها وتقارنها ويا الهوريزونتال فيلوسيتي. مفهوم دكتور مفهوم. إذا طلبها من عندك بالسؤال احسبها ويقول لك يعني اكتب ناقش إنه يصير عندك حالة الري سسبندل سوليد نسميها يعني إعادة شلون إعادة صعود البارتيكلز إلى الأعلى يعني بالوست ووتر فتحسب الهوريزونتال فيلوسيتي إذا قيمة الهوريزونتال فيلوسيتي أقل تحسب هاي السرعة إذا أقل تقول إنه أنا ما عندي هذه الحالة إنه يكون عندي السكلك فيلوسيتي يكون يعني مصر حالة الري سسبندد سوليدز فهذه هو المقصود به نرجع هذي هنا هسه الرموبل افشنسي عرفتوها للرموبل للبي او دي وللسي او دي افريج فلوريد دائما يعطيك تصميم الخزان
الفلوريد فلوريد اسمه يعني أفرج فلوريد هو هذا اللي نعتمد عليه التصميم الخزان، وفلوريد آخر اللي هو البيك فلوريد اللي يكون قيمته أعلى من الأفرج فلوريد. فأنا البيك فلوريد ما يخدمني، بس إذا طلب من عندي بالسؤال أنه شلون أقدر يعني إذا يعني حسابات البيك فلوريد مثلا ريد التايم أو الرموفل البيك فلوريد، فشوفون من أخذ الأفرج فلوريد نسبة الإزالة حتى للبي أو دي أعلى من نسبة الإزالة البيك فلوريد. شوفوا هنا أفرج فلوريد قد نسبة الإزالة للبي أو دي 36%، البيك فلوريد صارت 26%، كذلك نسبة الإزالة للتوتال سسبند سوليد 58% أفرج فلوريد وقلت بالبيك فلوريد. ف فقط إذا قال لك أحسب نسبة الإزالة على بيك فلوريد أنت تحسبها، بس إذا ما طلب من عندك أنت تروح على الأفرج فلوريد. أوكي طلاب، هذا السؤال هو طبعا هذا السؤال ويعني بعدة تفاصيل، يعني يبدأ من السيديمنتيشن تانك، ورا السيديمنتيشن تانك الخارج من السيديمنتيشن تانك يروح على اليمن على البيولوجيكال تريتمنت أو على طرق معالجة أخرى. فهنا اللي راح مثل ما قلت لكم يعطيك 2 فلوريد، واحد ات افرج فلوريد معطيك اياه 2 مليون جالون بير داي، وات بيك فلوريد معطيك اياه 5 مليون جالون بير داي. فانت من تصمم الخزان وين تروح؟ تروح على الافرج فلوريد اللي هي 2، بما انه عندك خزانات 2 وسيركولر تانك، فأني دائماً أقول أصمم الخزان الواحد ونفس الأبعاد هي الخزان الثاني، فحتى لا يصير عندي يعني خطأ بالحسابات هذا أقسم الأفرج فلوريد على 2. ليش قسمت على 2؟ لأن عندي خزانات 2، فالكيو اللي هي الأفرج فلوريد 2 في مليون جالون بيردي، يعني 2 في 10 أس 6 جالون بيردي اللي هي 1، هذا شفتوها هنا 1 × 10^6 جالون بيردي. بالنسبة لقانون البينوت اللي هي نفسها الـ SOR اللي هي نفسها Design Velocity، هي عبارة عن الـ Q على الـ Area. الـ Q Average Fluorate هنا نحلو باركم، الـ Area بما أنه خزان دائري فهو باي على 4D² أو باي R². عندي الـ طبعاً البينوت مطلعين إياها، تشوفوا هذا فرع أي بالسؤال، فرع أي شفتوه إيش مطيني؟ مطيني الأوفر فلوريت مطيني 700 جالون بير داي على كل تربيع، ومطيني التايم 3 hours. فأني البينوت عندي والكيو عندي، أطلع الأريا، الأريا هي باي على 4D². فمن عدها من الأريا أقدر أطلع الدايميتر للخزان، يعني هو ده يقول لي حدد الدايميتر بمطلوب الفرع أي، يريد الدايميتر للتانك، وعلى اعتبار أنه أنا بصمم لتانك واحد فقلنا الفلوريت قسمتها على 2 فأخذت أفرج فلوريت، والأريا هي باي على 4D², طلعت الدايميتر. لهنا مفهوم؟ نعم دكتورة. بس هاي شوي انتبهوا عليه، يعني هو تعرف بالمصادر مرات يكتب الدلت حرف دي مرات يكتب اتش الارتفاع. فهنا يعني ذولا جماعة الصباح عبالهم هذا الخطوة الثانية هم نفسها دائما، فلا هنا الزمن هو الحجم على الكلوريد، والحجم هو الاريا في الدايمتر، العفو الاريا في الدلت، حتى أنا غلطت بيه لين مرتين رامز لها. فهنا الأريا في الدبث، الفوليوم الأريا في الدبث اللي هو الدي، هو الدي هنا أنا بالخطوة الثانية ترى مو الدايمتر، هو العمق. فرجع هنا اللي يريد من عندي الدبث، فالدبث هو التايم عندي 3 hours مطين إياها بفرع أي، هذا الكتاب الهاي باللون الأسود شفتوها، التايم مش قد هنا أفرج فلوريت 3 دكتور طلاب.
اي نعم. زين بالطين التالي وعندي الاريا وعندي الكيو فاحصل الدف. ايش قد الدف؟ العمق اللي هو 11.7 فوت يقربها الى 12، يقول لك ماكسيمم عاده هو 16 فوت. هذا بالنسبه لل سيركولار تانك. كمل المثال. فرع بي يريد من عندك الاوفر فلو وير لودينج. انتبهوا، اكو الاوفر فلو ريت اللي هي البينو، واكو الاوفر فلو وير لودينج. يريدها هنا هو قال لك اريد هذا ات بيك فلو. فاني هو اصلا القانون الوير لودينج ريت هو الكيو على اليمن على اللينكد اوف وير. فالكيو قال لك ات بيك فلو، فاني ما راح اخذ الكيو هي ات افريج فلو، اخذ اروح وين على اللي هي مطينيها خمسة. هذه خمسة بالسؤال شفتوها، 5 مليون جالون بير داي ات بيك فلو ريت، مو ات افريج فلو ريت الاثنين لا، لان هو ده يحدد لك بالسؤال ده يقول لك احسب الوير لودينج ريت ات بيك فلو ريت. فاخذ الكيو ات بيك فلو ريت اللي هي 5، بما انه خزانيه فقسم الخمسة على 2 يطلع لي 2.5. 2.5 في 10.6 جالون بير داي، قسمت الخمسة على 2، هذه الوير لودينج ريت. على هنا بالنسبه للطول للوير لينكد، اللينكد هو نفس المحيط اللي هو البايف الدايميتر. البايف الدايميتر، الدايميتر انا طلعته 43 هاي هذا السلايد الاعلى الخطوه اللي قبلها. فاطلع الوير نيكد اللي هو 135 فوت، وعندي الكيو مو ات افريج فلو ات بيك فلو، فيطلع لي 18,518 جالون بيردي على فوت. هذا من هو؟ هذا الوير لودينج ريت. اوكي مفهومه؟ زين هاي هنا أنا يريد من عندي يقول إذا كانت نسبة الإزالة للبي أو دي للسسبند السولا 60%، نسبة الإزالة للبي أو دي 40%، يريد من عندي بهذه الخطوة أريد أحسب إيش قد التركيز البي أو دي والسسبند السولا بالستريم الخارج من السابلينج تانك. أوكي طلاب، فأرجع أقول أني نسبة الإزالة مثل ما أعرف مشكات أو من الطالبات قلت لي هي عبارة عن سينوب ناقصا سي مقسومة على سينوب. تركيز الداخل هسه دحكي نسبة الإزالة، تطبيق قانون نسبة الإزالة بالنسبة للسسبندد سوليد. السينوب مطيها 160 ملي جرام بيرلتر بالسؤال. رح أرجع للسؤال حتى تشوفوه إيش قد نسبة التركيز للسسبند السوليد اللي هي 260، وللبي او دي ايش قد؟ 230. 230. ارجع نسبه الازاله، هاي شلون طلع انه الار برسنت راح يساوي خط كسر سينوب ناقصا سي على سينوب. نسبه الازاله بتطلع اياها ايش قد؟ 60%، والسينوب عندي اطلع السين خارج اللي هو 104 ملي جرام بير لتر تركيز السسمند السوليد بالستريم الخارج. مفهومة؟ البي او دي كذلك نسبة الإزالة 40% وعند السينوب بالسؤال 230 فيطلع 138 ملي جرام بير لتر. إذا 104 ملي جرام بير لتر هذه تركيز المواد العالقة بالستريم الخارج من السكلينج تانك، يعني بما معناه هذا وين دا أشر بالإفلونت اللي داخل بالفيد مطينية ومطيني نسبة الإزالة. فهذا الستريم الخارج من الخزان اللي هو على إيدك اليمنى، هذه تراكيز بي هذا الستريم لي ال سسبند السوليد 104 ملي جرام بير لتر، وللبي او دي 138 ملي جرام بير لتر. اوكي طلاب؟ نعم دكتوره. زين
بقعة السلاج. نرجع على نفس الرسم هذا البسيط أو هاي الصورة، هذا السلاج المتجمع اليونة غامق بالخزان. كمية هذا السلاج هي نفس كمية المواد الصلبة المترسبة. هذه شلون أنا أحسب كميتها وشلون أحسب الفلوريت إلها؟ طبعاً بالمناسبة مثل ما قلت لكم هذا السلاج ما راح يطرح إلى البيئة مباشرة وإنما يعالج. بس أنا عندي مشروع ويا طلاب فرع التلوث، نبأ طالبة نبأ والطالب ويس يمكن بالمجموعة، المشروع مالتهم شلون أعالج هذا السلاج اللي يترسب بقاع الساتلينج تانك إلى طرق معالجة. فإحنا فقط يعني أنتوا لأن مادة يعني كورسية فما يعني أقدر أحكي تفاصيل كل شيء هذا، فاللي يريد يشوف ويطلع إنه شلون أعالج هذا السلاج يقدر ويا طلابي طلاب المشروع صف رابع تلوث نبأ ويس هذا الطالب اللي وياها، فتشوفون شلون دي يعالجون التريتمنت اوف ذا سلاج مو بس من السيدمنتيشن تانك، من البيولوجيكال تريتمنت ايضا يطلع عندي سلاج، من السكندري ساتلينج تانك ايضا عندي سلاج، فالسلاج ممكن ان يعيده ريسايكل للرياكتر وممكن ان يعالجه قبل ان قبل يعني ما يطرح الى البيئه. فاحنا هذا مو هذا موضوعنا، المهم هذه كميه الاسلاج شلون اطلعها بهذا المثال. ارجع تركيز الداخل للسسبند السوليد 260، اعطيني اياه بالسؤال. تركيز الخارج انا طلعت 104، فالفرق بيناتهم تطلع كميه الاسلاج او كميه المواد المترسبه بقاع الخزان. اضربها في الفلوريت الكيو، هنا أنا قلت لكم إذا ما حدد بيك فلوريت أو أفرج فلوريت فأنا أخذ الأفرج فلوريت، فطلع كمية المواد الصلبة الجافة اللي هي 1302 باون بيردي، هذه كمية السلاج أو كمية المواد المترسبة بقاع الخزان. ده يقول هذا السلاج بالنسبة من الرطوبة اللي هي 6%، فهاي الكمية اللي طلعتها أطلع الويت سلاج اللي هو راح أقسم ال 1302 باوند بيرتي على بوينت على 6% فيطلع لي 21,698 باوند بيرتي. هذا كمية السلاج اللي هو الرطب. أريد أطلع هذه طلعت كميتها كأنها ما سفلوريد. أريد أطلع الفوليومتريك فلوريت أو الكيو لهذا الاسلاج، شلون أطلعها؟ هاي الكمية نفسها قسمها على الدنسيتي كثافة الاسلاج. طبعاً ذاكر تشوفون هذه بالفرع بي بالكتاب السوداء أنه السبيسيفيك جرافيتي للاسلاج 1.03، هذه سبيسيفيك جرافيتي أضربها بكثافة المي 1000 كيلوغرام على المتر المكعب حتى أطلع الكثافة الاسلاج اللي هي طلعت لي واحد بهنانة بهذا هذا الكيو للسلاج هي الماس فلوريت اللي هو 21,698 باوند بيردي مقسومة على كثافة السلاج اللي هي 1.03، وعطيني السبيسيفيك جرافيتي فأنا طلعت كثافته هاي موجودة بالمقام، فأطلع إيش قد الفلوريت للسلاج اللي طلع لي 2524 جالون بيردي. مفهوما؟ عفوا دكتورة ما ضاربها بالجرافيتي قبل ما أخذها؟ لا غلطان، هي مو 1.03 بدون وحدات بألف، اي صارت كيلوغرام على الأسر. نعم دكتورة، ألف كيلوغرام على متر تكعيب، حول المتر تكعيب إلى لتر فرجعت 1.03 تعبالك نفسها. لا سويها اي بالوحدة دكتورة مضبوط، اي وحدات بالوحدات كيلوغرام على لتر اللي هي بعد أن ضربتها كثافة المي. هذا هنا أنا مفهوم طلاب، هذا نفهم عندنا ما عندنا مشكلة به. أروح هذه الصور اللي أنتم شفتوها، هذا رياكتين بلاكتين، هذا السيركولاكتين. نرجع على المثال، هذا المثال اللي هو يعني يمكن أنا ما أعرف شرحته أو لا، المهم راح أعيده
إعادة سريعة. أكو عندك يعني two reactant blood tank. هاي الخزانين دزيل البارتيكلز اللي هو اللي نوع يعني بارتيكلز يعني خلينا نقول صان الجد الدايمتر لها 0.1 مليمتر وعندي الافرج فلوريت 1 متر تكعيب بير سكند وعندك ماكسيموم فلوريت بس اجاك الماكسيموم فلوريت كان عندي افرج فلوريت وعندي بيك فلوريت وده يقول لك اكو ماكسيموم فلوريت 1.5 من الافرج فلوريت قيمتها درجة الحرارة 10 سنتيجريد الدبث ووتر دبث 3 متر فيعني يقول لك هاي الأغراض يعني الديزاين والهابي يكون 1.75 مهم هذا مو موضوعنا نرجع شو يريد من عندك هنا شو تحدد تحدد الطول والعرض for each tank وبعدين تشيك السيرفس لودينج اوفر فلويد وكذلك زمن الاحتجاز او زمن البقاء للبارتيكلز داخل الخزان اوكي هسه نرجع هنا هذه طبعا اذا مطيق درجه حراره فاكو جداول راح يحسب لك ايش قد الفيسكوسيتي اكيد الفيسكوسيتي تعتمد على درجه الحراره فهي 10 سنتيجريد يجيبها من الجداول او اكو قوانين لحسابها المهم تكون هي معلومه بالسؤال السبلنج فيلوسيتي للبارتيكلز شلون احسبها دائما قلنا اول شيء راح نعتبر انه الجريان لمن رحله نرجع على اول محاضره شرحنا تتذكروها طلاب فأعتبر أنه الجريان عندي لامينار فلو فهذه يا معادلة معادلة ستوكس إكويشن تعجيل في السبيسيفيك جرافيتي 2.65 المفروض هو يذكرها هنا يعني أكو ما لو يطلق جدول لو هي المفروض تذكر المهم أنا تكون معلومة عندي ناقص السبيسيفيك جرافيتي للفلويد في الدايمتر البارتيكلز مطيك اياها 0.1 مليمتر يعني اضربها في 10 اس ناقص 3 حتى احولها الى متر تربيع على 18 في النيوت الفيسكوسيتي موجوده عندي فاطلع السكنج فيلوسيتي ايش قد طلعت عندي السكنج فيلوسيتي 0.0069 نعم متر بير سكند زين هسه اجي الهوريزونتال فيلوسيتي او الفلو فيلوسيتي هي الكيو ماكسيمم الاريا اريد احسب الاريا الجروس سكشنال اريا احنا قلنا مثل ما قلت لكم الهوريزونتال فيلوسيتي هي الفلو ريت على الاريا بس اريا شنو الاريا اللي هي دبليو في اتش نعم دبليو في اتش دبليو في الاتش اوكي اللي هي المساحه الجانبية للخزان ايش اخذ اخذ ماكسيموم فلوريد لو تبعون على السؤال عندكم افرج فلوريد عندكم ماكسيموم فلوريد الافرج فلوريد مطيها 1 متر مكعب بير سكند والماكسيموم فلوريد مطيها 1.5 مضروبه بالافرج فلوريد يعني الماكسيموم فلوريد 1.5 في 1 متر تكعيب بير سكند نرجع على هذا القانون هسه هنا من الجدول دي يقول انه الهوريزونتال مين فلو فيلوسيتي اللي هي البي اتش انه ات ماكسيموم فلوريت راح تطلع عندي 0.05 متر بير سكند هذه منين حسبها هسه هنا عندي الاريا وعندي الافرج فلوريت العفو الماكسيموم فلوريت فحسب الهوريزونتال فيلوسيتي اللي هي يقول هنا الهوريزونتال فيلوسيتي انه راح اخذها من الجدول
0.05 متر بير سكند. طلاب هذه ممكن انا اعطيك اياها كقيمه، ممكن انت تروح على الجداول. اوكي، موجوده بالجدول انه الهوريزونتال مين فيلوسيتي هي 0.05 متر بير سكند، وعنده الكيو ماكسيمم فلوريد اللي هو ده يقول 1.5 في الافرج فلوريد 1 متر مكعب بير سكند، وعندي خزانيا فاقسم الماكسيمم فلوريد على 2 تانكس خزانيا، والاريا طبعا هي الكيو مقسومه على الهوريزونتال فيلوسيتي، فاطلع الاريا 15 متر ثاني. عيد لو امشي بس استمر. اي دكتوره اي زين دكتوره ما فهمتها. هسه ارجع لك عيد عندك، احنا مو قلنا اكو سرعه اسمها الهوريزونتال مين فيلوسيتي؟ ايه هاي فاهمه. شلون احسبها؟ جانبيه هي نفسها. لا لا انا احسب على الهوريزونتال مين فيلوسيتي، شلون احسبها؟ الكيو الكيو على الكيو على الاريا، الكيو على الاريا. هذا احكي سرعه يا سرعه منهم الهوريزونتال فيلوسيتي هي الكيو على الاي، الاي هي الاتش في دبليو. افتهمنا هذا زين. الكيو عندي ماكسيمم فلوريد، راح اخذ الماكسيمم. ماشي موجوده عندي بالسؤال هي 1.5 في 1. عفوا اليو اتش يقول من التيبل انا ما اخذها ورأسا اما يعطيها بالسؤال او ما 0.05 متر بير سكند، هذه نفسها البي اتش هوريزونتال فيلوسيتي ات ماكسيمم فلوريد، ده يقول ات ماكسيمم فلوريد انه الهوريزونتال فيلوسيتي 0.05 متر بير سكند. فهمت؟ يعني ما راح يطلع المساحه من الدبليو، لا لا راح يطلعها من الكيو واليو. إيه لعد أنا جداق وده أقول ده يحسب الأي، يحسب الأي الجراس سكشنال، الجراس سكشنال أري للتالي. تمام فهمت. نعم هسه الكيو ليش قسمها على اثنين؟ لأن خزانات اثنين نعم اثنين خزانات خزان رجع قسمها على الهوريزونتال فيلوسيتي 0.05 متر بير سكند اللي أخذها من الجداول أو تقطع بالسؤال، طلعت الاريا ايش قد عندك؟ 15 متر. 15 متر تربيع. بما انه رياكتن بلاك تانك فاذا الاريا 15 متر تربيع تساوي الطول في العرض في العمق الدبليو في الدي. وياي؟ وياك. زين. او الدبليو في الاتش. دبليو في اتش. الاتش هو هنا لا يعني الدبليو في دي نفس الشيء. نفس الشيء. طلعت 3 متر. طلع من هذه انه الاريا معلومة عندي 15 متر تربيع، والدبليو ما معلوم عندي، والدبث اللي هو 3 متر 3 متر فأطلع عشقد الدبليو. أوكي فهنا خلي أرجع إذا كان for water depth H 3 إذن الويت راح أسمع أما تطل للجداول الH depth يعني تطلقوا أو عندكم يعطيه بالسؤال فأطلعك الدبليو. إذا أنا أول خطوة دي يقول احسب أبعاد التانك الدبليو والإل، الدبليو والإل فحسبت من معلومات الهوريزونتال فيلوسيتي معلومة اللي هي والكيو على الأريا، حسبت الأريا والأريا يساوي لي الدبليو في الأتش، فالأتش معلومة والكروس سكشنال أريا معلومة طلعتها أنا 15 متر تربيع، فأقدر أحسب إيش قد الدبليو. زين الإل منين أجيبها؟ هنا شوية ركزوا وياي طلاب بالمسائل وشفتوها يمكن بالتوتوريال انه اكو نسبة بين الـ L الى الـ W واكو نسبة بين الـ R الى الـ H. اعيد ريشيو يعني هاي الشغلات اللي ريشيو هاي تخص الديزاين، اكو L الى الـ W واكو L الى الـ H يعني الطول الى العرض لها ريشيو معينة، ونسبة الـ L إلى الـ H
ايضا لها نسبه معينه. مرات انا اعطيك هاي المعادله هسه، هذه ال حاسبه كي يساوي اتش نوت على البي اس في البي اف 1 بوي الكي 1.75 الاتش نوت عندي 3 متر، البي اس استخدم الفيلوسيتي طلعتها بالخطوه الاولى، البي هذه للفلو او هوريزونتال فيلوسيتي اللي هي 0.05 اللي طلعها من الجدول طلعت 38 متر، هذه قيمه ال ال. يرجع حتى يشيك الحسابات ويقول انه اني اكو نسبه محدد بنسبه الطول الى العرض ونسبه الطول الى الدائره، فش راح يرجع يقسم ال L على الدبث، يعني ال L طلعها 38 متر قسمها على ال H او الدبث اللي دي قلت لكم عليها 3 فطلعت لي 12.7 على 1 اكبر من 6 الى 1، فهذا الرينج. هسه ارجع لكم على الجدول، المفروض يكون من ضمن الرينج نسبه ال L الى W اللي هو ال L 38 وال W انا طلعته 5 متر، يكون لازم النسبة هذه أكبر من 4 إلى 1. فليش قال هنا أنا كتب أوكي؟ نروح على الجدول. هسه راح نروح على الجدول وشوية يمكن الجدول بعد هاي السلايدات صاير. نروح على الجدول. وين الجدول؟ إياك. هذا الجدول. شفتوا طلاب؟ شفتوا الجدول؟ شفتوا؟ ليه ظاهر دكتورة؟ المن هذا الجدول سيركولار تانك رياكتينوغلار تانك رياكتينوغلار تانك. فشوفوا لي يمكن ثالث حقل، ثالث حقل نسبة الطول إلى الدبث إيش قد؟ 15 إلى 1، 15 إلى 1 مو؟ هذه الـ L إلى D سجلوها يمكم الـ L إلى D حتى لا نرجع للجدول مرة ثانية، إيش قد؟ 15 إلى 1. نسبة الـ L إلى الـ W دي يقول 4 إلى 1 أو 5 إلى 1، مفهوم؟ هذه إحنا من الجدول. أرجع على المثال أسأل، هذا المثال ايش قد نسبة الـ L إلى الـ D؟ 15 إلى 1، 15 إلى 1. إذا ضمن الرينج، ضمن الرينج L إلى D 15 إلى 1 هو 12.7 ضمن الرينج. الـ L إلى W ايش قد؟ 4 إلى 1 أو 5 إلى 1، 7 إيش قد؟ 4 إلى 1 أو 5 إلى 1، فهو 7.6 إلى 1. فيقول هنا أنا بالنسبة، يعني أنا إذا يعني إذا كلش كلش أعطيكم نسبة L إلى D وال L إلى W، فأكو جداول يعطيها بهاي القيمة، أكو جداول أعلى من هاي القيمة. أوكي طلاب؟ فإذا ال L إلى D هي من ضمن الرينج، ال L إلى W يمكن مو إيش قد طالعة عندنا؟ دكتور آه. مو ضمن الرينج. نعم. إيه. 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 هذه أنا اعتمد حساباتي وين؟ على الماكسيموم فلوريت. إذا أرجع أت أفرج فلوريت يطلع ضمن الرينج. أعيد كلامي. أي دكتورة أعيدي. أخذت الفلوريت ماكسيموم فلوريت، ليش ده قلت لكم بداية كلامي دائما طلاب طلاب حتى تكون أنت من ضمن الرينج الـ L إلى W والـ L إلى D، اعتمد على أنه تاخذ الفلوريت at average فلوريت. أنا أخذت الفلوريت at maximum فلوريت ماخذ المثال، ماشي؟ فخلنا نروح على السلايد الورا حتى نشوف هنا هذه هنا هذا السلايد، هذا اللي عبرناه، أوكي هذا واحد ونص. فأنت حتى تتلافى أنه طلع الـ L إلى D ضمن الرينج والـ L إلى W، فدائما حساباتك حتى لو أعطيك الماكسيموم فلوريت تروح على الأفرج فلوريت، لأن بالجدول مو ماكسيموم فلوريت، ترى معتمد على الأفرج فلوريت. أوكي طلاب؟ مفهوم؟ على الأفرج فلوريت.
دكتورة يعني هسه إذا طبقنا إحنا الأفريج راح يطلع مضبوط الأفريج فلوري؟ يطلع مضبوطنا الرينج وشوفه. خلينا نشوفه دكتورة بالله. إيه شوف حسبة ورجع للهذي شوف شلون الرش راح تطلع مضبوطنا الرينج. إحنا أخيها اللي أختلهم بلاك تانك بس أروح على التايم يريد التايم هو الـ V الفوليوم إلى الـ Q التايم هو الفوليوم إلى الـ فلوريد شلون أحسب الفوليوم للـ رياكتان بلا تانك مصطفى وينك يا مصطفى مصطفى فيصل مصطفى ماكو مصطفى زين مرتضى سجاد زينة أحد يجاوبني دكتورة الطول في عرض في ارتفاع هذا البول الطول ايش قد طلعنا 38 38 والدبليو ايضا طلعته 5 مو 5 اوكي تمام ارجع اقسم اقسم هذا اللي هو شو اخذ هسه الفلوريد ايش قد اخذ الافريج الواحد الافريج في تحويلات قسمها على 2 لان انا عندي 2 تايم خزانين خزانين في تحويل حول السكند الى منت فطلع 19 منت هذه يقول هذه انه higher than typical detention time بالجدول اللي هو المفروض يكون من 6 الى 15 اوكي من 6 الى 15 for average flow rate ف 19 رجع طالع رجع هنا تدعيت فور ماكسيموم فلوريد حتى يرجع ضمن الرينج فإذا الأبعاد من حسبها المفروض يحسبها أت أبرج فلوريد والتايم يرجع على الماكسيموم فلوريد لأن أنا حسبتها أت أبرج فلوريد تجقد طلعت لي 19 منت ويقول إنه هو بالتايبون محددها من 6 إلى 15 منت فأخذ الماكسيموم فلوريد حتى تطلع انه التايم عنده 12.7 منت على مود يكون من ضمن الرينج اللي هو محدده بالجدول 6 الى 15 منت اوكي طلاب ف ان شاء الله بالحسابات او بالاسئله ما راح تضل تحسب وترجع وتقول انا اخذ الماكسيموم فلوري او الافرج فلوري لا تكون الحسابات مضبوطه بحيث انت تعتمد على الافرج فلويد ويكون بالنسبه للريشيو او التايم من ضمن الرينج الموجود بالجدول يعني تجيب لنا افرج دكتوره عود يعني نقسمها بال اي اذا اقول لك افرج فلويد وانت تمشي على افرج على افرج فلويد حتى لا يطلع مضبوط يطلع مضبوط ما في اي اشكال اوكي طلع ان شاء الله دخلنا دكتوره شو هناك افرج وهنا أنا صار لا ماكس دكتوره قصدك حتى التايم يعني نحسبه على الافرج التايم حسب على الأبرج بس طلع أنه 19 منت 19 دقيقة فيقول يرجع شوف الكلام التعليق الجوة أنه يقول يرجع على الماكسيموم أي فالتايبل اللي هو أم 1 6 إلى 15 منت هو أوكي منه أفضل حبه يكفي يعني دكتورة هسه الأبعاد نحسبها على الأبرج والتايم على الماكسيموم على الماكسيموم اوكي ماشي زين حتى يقول هنا أنا يكون حتى يكون مقبول التايم انه من 6 الى 15 اجي ارجع احسب السيرفس لودنج ريت طالبه بالسؤال اللي هو البي نوت مرات طلاب مرات يرمز له او ار مرات يرمز للاس او ار مرات يرمز للبي نوت ومرات البي كريتيكال شوفوا هنا أنا كاتب الـ OR أو يجوز هو يعني بالمصدر هي SOR المفروض SOR أو الـ Overflorate اللي هي الـ OR تساويها إلى الـ V critical أو تساوي الـ V not
طلاب اسمحوا لي ثواني. انه عنده في التايم يكون انه بالنسبه شوف كاتب فور افريج فلو كونديشن. عرفتوا شفتوا هذه الملاحظه شفتوها انه الرينج للتايم من 6 الى 15 منت فور افريج فلو كونديشنز. فهذا للافريج الفلوريد. فاني ما طلع انه من ضمن الرينج فاروح على الماكسيمم فلوريد واحسب التايم اللي هو 12.7 منت. وعندي حتى أحسب السيرفس لودينج ريت اللي هو الـ OR أو مرات يرمز للـ SOR. أعيدها، السيرفس لودينج ريت هو الـ Over Flow Rate R الـ OR أو الـ SOR أو الـ V-Not أو الـ V-Critical. إذا تشوفون هنا ساويها إلى الـ V-Critical هي الـ Q على الـ Area. هنا يا أريا طبعاً هذه لازم آت أفرج فلوريت. هنا أنا بالسيركس لودينج ريت لازم آت أفرج فلوريت. طلاب ما تقبل غلط، لازم عندي الأفرج فلوريت مو ماكسيموم فلوريت. دكتورة ما ظهرت هيدا تحكي عليها أور. هذه هي السلايد مو موجود يمكم؟ شفتوها ولا ما شفتوها؟ موجود موجود. من جوا من جوا أي دكتورة؟ موجود موجود. هسه فالسيرفس لودينج ريت اللي هو يقول بالتيبل من 200 الى 400 متر تكعيب على متر تربيع باردين، هذا الرينج لها. فوين ما اخذها طبعا التيبل يعتمد على الافرج فلوريت. فالافرج فلوريت هي 1 متر مكعب بير سكند. الاريا اللي مقسم عليه هو الطول في العرض دبليو في ال اي دبليو في ال 8 38 الطول، والدبليو ايش قد 5 بس لي الخزانه ضربه في 2. شفتوا هاي بالمقام دكتوره؟ نعم انا هنا سؤالي. قولي اذا عندنا خزانين بالكيو مقسم على 2 ايه وبالمساحه نضرب في 2 لو يظهر تأثيرها في 2. نعم في 2. إنزين بعد الكيو ليش ما قسم على 2؟ شنو ما قسم على 2؟ هنا الواحد في 3600 في 24. هنا الكيو إذا هن خزانين غير مفروض هم يقسمها على 2؟ هنا الكيو ما الكيو أخذها كاملة ما قسم على 2، قسم الأريا. هي نفس الشيء الكيو على 2 أو تضربين الأريا في 2. ناخذ بالمقام تهمين هي 1 متر تكعيب على سكند على 2 بالمقام على 2 هذا المقام ياك هاي يعني قصدك مال كيو 2 بالمقام زين المساحه من ضربها في 2 شو ما لا لا ما ضربها هي الكيو على 2 الكيو على 2 ها اي انا هذا كان سؤالي يعني اذا خزاين بعد تظهر بس بالكيو المساحة إيه أنا قلت لكم بس اسمحوا لي بس حل الإشكال دائما الكيو إذا 2 خزانين قسموه على 2 وبعد لف يعني هاي تأخذون القيمة يعني 1 متر مكعب على سكن تقسيم 2 أخذوا القيمة اللي قسمتوا على 2 وأبدوا خلوها بالحسابات لأن هنا هو رجع كتاب 1 متر تكعيب على سكن هي على خزانين على 2 فالكيو قسمت على 2 فظهرت ويا المساحة اللي جوا بالاريا. شكرا. زين العفو دكتوره الاو ار هنا سواها ويا الفيرتيكال السرعه الوسطيه يعني لا هي قلنا كرامسها نفسها بي كريتيكال اها بي كريتيكال اوكي كريتيكال فيلوسيتي نفسها ده اقول لك هي نفسها كريتيكال فيلوسيتي نفسها الاو ار نفسها السيرفس لودينج ريت فهي الكيو على الاريا فطلعت
227 متر مكعب على متر تربيع باردي، فإذا هذا من ضمن الرينج بالتيبل شيك يقول 200 إلى 400 متر كعيب على متر تربيع باردي at average flow rate، فإذا أني من ضمن الرينج. فأتوب يعني بالامتحان ما راح تبغي تحسب وتروح تقارن بالجدول، لا راح تكون أنت تحسبها و فقط يعني أقول لك إنه إذا الرينج للسيرفس أوفر فلوريت من 200 إلى 400 ونحدد هنا من 200 إلى 400 متر مكعب على متر تربيع بيردي اتخذوا ضمن الرينج. إذا اختار مساحة غير الطول في الأرض في الارتفاع في عدد التانكيات، لا لو بس الطول في العرض في عدد التانكيات. هاي اثنين، هاي اثنين للفلوريت، هاي اثنين حتى الكيو قسمها على اثنين حتى يطلع عنه واحد على اثنين يطلع فقط للفلوريت والخزان الواحد. الدبليو في الال، الدبليو في الال. هسه هنا هذا الجدول، هذا الجدول الثاني. هسه بالنسبه لهذا المثال انا شرحته لو ما شرحته؟ اي هذا شرحتي ديش المحاضره شرحته يعني مفهوم ما بي شيء. هذا الاكزامبل ورا بس اكو مثال يمكن ما شرحته. هذا الهوريزونتال فيلوسيتي يطلبها من عندك بالسؤال، شوف شلون قسم الاريا. الاريا هي الدبليو في الاتش، الدبليو مطيها 6 والاتش 2.1. الوير لودنج ريت اللي هي الفلوريت موجوده عندك على 6 في 3 اللي هي 6 في 3 بالنسبه للرياكتن جلاتان قلنا لينكد اوف ذا وير اخذها نفس الدبليو. بس هو ده يقول لك بالسؤال بهذا المثال انه اللينكد اوف ذا وير هي 3 times of the width، يعني 3 من العرض، يعني 3 في العرض، يعني 3 في الدبليو. فلذلك بهذا المثال قسم اللي بالنسبة الوير over فلوريت اللي هي الكيو على اللينكد of the وير اللي هي إذا ما قال في 3 أقول فقط اللي على الدبليو هي 6، بس يقول لك هو أنه اللينكد of the وير هي 6 في 3 يعني 3 من العرض، فأضرب 6 في 3 6 W في 3 يطلع عندي ال WOR اللي هو ال Wear Over Fluorate اللي هو قانون ال Q على ال Naked of the Wear وحداته متر مكعب على متر per day. هذا ال Wear Loading Rate يختلف عن ال Surface Loading Rate اللي هو اللي هي وحداتها كانت متر تكعيب على متر تربيع بعدين. هسه هذا المثال، هذا طبعا مره مصممه للرياكتينوغلار تانكس ومره للسيركولار تانكس، فاحنا فقط اني للرياكتينوغلار تانكس انت تقدر تعيده على السيركولار سيدمنتيشن تانكس. اذا اخذنا للرياكتينوغلار تانكس بطيك الفلوريت اللي هو 100,000 متر مكعب بالدي ومطيك الدايميتر للبارتكلز 0.02 مليمتر والدنسيتي للبارتكلز 2650 كيلوغرام على المتر المكعب وعندك درجة حرارة المي الموتر درجة حرارته 20 سنتيجريد وبالك ديزاين رياكتنو بالأكسيليريتيشن تانك سيركولار تانك. فراح تدي بأول شيء رياكتنو بالأكسيليريتيشن تانك. أنا طبعاً على درجة الحرارة أكو جداول طلع بيها إيش قد الفيسكوسيتي للمي وإيش قد الدنسيتي للمي. الميو طلعها نيوتن واحد نيوتن في 10 ناقص 3 نيوتن في سكن على متر تربيع درجة حرارة 20 سنتيغريد والدنسيتي للووتر 998.2 كيلوغرام على المتر المكعب. لا أكو شغلة، أول شيء راح أحسب السفلين فيلوسيتي، أحسب السفلين فيلوسيتي مين أحسبها على أساس أنه الجريان لامينر فلو. ويا طلاب هنا عندك تروريات زين دشوفون دشوفون طلاب السفلين فيلوسيتي مرات يرمز لها V sub S
هنا أنا كاتب السيكليك فيلوسيتي بين قوسين الـ S O R ليش؟ أو كاتب الـ V critical الـ S O R ليش هنا؟ ليش هذه ساواها للسيكليك فيلوسيتي على أساس أسيوم فرض أنه نسبة الإزالة 100%، وهذا كلامي اللي كان بداية المحاورة. إذا كانت نسبة الإزالة 100% شو نسوي؟ نقول السيكليك فيلوسيتي. نعم تفضل. العفو دكتورة، هي نفسها الملاحظة اللي قلتيها بالبداية، قلت إذا الإزالة نسبة الإزالة 100% فراح تساوي كريتيكال. تمام تمام. فإذا أحسب السيكليك فيلوسيتي وبنفس الوقت كاتب إنه السيكليك فيلوسيتي رمز لها الـ SOR أو الـ Critical Velocity، إيش قد طلعت؟ هذا عندكم التعجيل تعرفوها، الـ Density للبارتكل مطين إياها 2650 كيلو جرام على المتر المكعب، الـ Density للووتر طلعها بدرجة حرارة 20 998.2، الـ Diameter للبارتكل إيش قد مطين إياها بالسؤال؟ 0.0 متر، ضربها في 10 ناقص 3 حتى يحولها الى متر تربيع على 18 في الميو، الميو الفيسكوسيتي للووتر بدرجه حراره 20، طلعت ايش قد السيكليك فيلوسيتي هنا؟ 3.59 في 10 ناقص 4 متر بير سكن. اوكي هنا هاي الخطوه مفهومه طلاب؟ مفهومه ان شاء الله. زين ان شاء الله نجي هنا وراها. هسه ارجع احنا، هو ده يقول لامينار فلو، كونديشن لامينار فلو، او انت بالبدايه قلت لكم مثل ما علمتكم انه تفرض لامينار فلو. زين شلون اشيك هو لامينار فلو؟ لازم السيكلينج فيلوسيتي هو القيمه ما سرعه رينولد، رينولد نمبر ايش قد طلع نمبر 0.0715 اقل من واحد، اذا اني فرضيتي صحيحه، فرضيه صح. تمام ارجع حتى لي أصمم الرياكتين بلاك تانكس، فمرات يذكرها بالسؤال يقول استخدم تانكيات اثنين، أو هنا يقول لك استخدم أربع تانكيات، use four tanks يعني أربعة. البي السفنك فيلوسيتي اللي هي طلقها بالخطوة الأولى 3.59 في 10 ناقص 4 متر على سكن، حولها إلى متر بيردي أو متر تكعيب على متر تربيع بيردي، هاي الوحدات. ها اوكي دكتوره، هنا راح يقول لنا اربع تانكيات وراح نقسم الكيو على اربعه. نعم هذا كيف نقسم؟ شو اسمك عيني انت؟ شو اسمك؟ علي علاء. نعم علي علاء. اوكي تمام علي علاء. زين قسمت الكيو على اربعه، لين اربع تانكيات ذكرنا، نطلع المساحه، طلع المساحة. هذا القانون نفسه قانون الـ SOR نفسه قانون الـ B-Not يساوي لك الـ Q على الـ Area، مو؟ نعم دكتورة. الـ Q على 4 فأطلع الـ Area اللي هو 806.45 متر تربيع. أوكي طلاب؟ هسه هنا شوية ابتعد عن شغلة تروح للجداول وأشيك، ده يقول لك تاخذ نسبة الطول إلى العرض 5 إلى 1. أوكي طلاب؟ زين الأريا معروفة عندي، الأريا هي هنا أنا بما أنه خزان رياكتين وبلاك تانك، فالدبليو في الأير، الأريا إيش قد طلعتها؟ 806.45 متر تربيع تساوي الدبليو في الأير. زين الدبليو مكان الأير إيش عوض؟ عوض 5 في الدبليو، يعني مطيك الراشيو، مو؟ اي نعم دكتور. زين مطيك ال الى الدبليو 5 إلى 1، اذا المكان ال يخليها بدلالة في الدبليو، فيقول ال هي عبارة عن 5 في الدبليو. الدبليو في ال الدبليو ال عوض مكانها من الراشيو 5 في الدبليو، تساوي لك المساحه اللي انا حسبتها من فوق، اطلع ايش قد ال مو طلعت ال 12.7 اضربها في 5
حتى طلع يعني الاير هو نفسه الدبليو صح لو لا؟ مضبوط. اوكي باقي يا طلاب؟ نعم دكتوره مضبوط. فهسه ايش طلعت؟ طلعت الابعاد الدبليو والال. وهذا ديزاين يقول لك ديزاري اكثر افهم من يقول لك ديزاري اكثر يعني معناته تحسب الاريا الابعاد الفوليوم والى اخره حسب ما معلومات السؤال. هسه هنا حسبها يقول هسه افرض انه الديتنشن تايم 3 اورز يعني هاي فرضيه او اني اعطيك اقول لك انه التايم الرينج مثلا من 1 الى 4 اورز تاخذها 3 اخذها 3 يرجع هنا اذا هسه اكو قانون ثاني هذا منين اجى الديث على الديتنشن تايم اللي هو السيرفس اوفر ريت او الديزاين فيلوسيتي او الديث على الديتنشن تايم هاي شلون طلعت وقول كيو على الاريا عشان طلعت شلون طلعت شغله بسيطه كل شيء ما بيه التايم شي يساوي الحجم شي يساوي يلا الدبس وين موجود موجود بالاريا صح لو لا وياي يعني اذا اقول الحجم بس شويه وياي الحجم ايش راح يساوي في الاريا في الدبس نعم الفوليوم هذا الفوليوم المساحه الطول في العرض W في H نعم هسه اذا اقسم الحجم على المساحه ما تروح هذه ال W وال L يقال فقط الدبث نعم دكتوره زين التايم يساوي ال V على ال Q ال V على ال Q التايم يساوي لك ال V على ال Q وياي التايم يساوي ال V على ال Q مكان الحجم عوضت ال Area في ال Depth ومكان ال Q عوضت عوضت ال V not في ال Area فانحفت ال Area بقالي القانون يساوي لك ال Depth على ال Detection تايم أعيدها اي والله انت عيدي يعني انتوا شويه مركزين بس شويه اكو شغلات بسيطه شويه نرجع التايم شي يساوي طلاب الحجم على الكيو اوكي اكتبها يمك البي على الكيو نعم على التي يساوي يساوي الحجم هو الاريا في الدب مو وياي اي نعم دكتورة اي صح لو لا يعني يعني قصد الاريا هي ال W في ال L في ال W في ال في ال H ال W في ال L هي يعني هذا الحجم اللي هو موجود وين في البسط ال Q ال Q منين جاية جاية من ال V not في ال area صح لو لا ال Q جاية من ال V not في ال area تخذ في الاريا من البسط والمقام يبقى عندي يبقى عندي الدبث على البي نوت فاذا ارجع اقول البي نوت هي عباره عن الدبث على التايم ما وصلت لو ما وصلت لكتبيها ترى كلش بسيطه يو دكتوره بس الكيو من جاي قلتي راح ارجع انت كل ابو بدكم خلي ورقه وقلم يمكم هسه وياي من اذا يحكي وياي من وياي أنا سالم سالم منو؟ سالم سالم دكتور أوكي سالم عين التايم شي يساوي لي؟ اكتب التايم يساوي لي الحجم على الكيو ويساوي ويساوي الحجم بالبسط مو موجود بالبسط؟ عندي V ال V تساوي لنا A في T في ال H في ال H الكيو جاي جاية من الـ V not في الـ area مو؟ V not في الـ area اي نعم راح تروح الـ area ويا area ايش يبقى لي؟ الـ
على الاتش على البي نوت. اذا البي نوت راح تساوي لك الاتش على التاو. اي نعم مضبوط. اي اوكي مضبوط. صباحي ولا عرفوها ولا هي شغله بسيطه. فانت مو كان قانون الديتنشن تايم، مو كان التايم الحجم على الـ على الـ على الكيوب، الكيوب عوض مكانها في نوت في الاريا والحجم الاريا في الدف فيطلع لي هذا. اذا هسه الدف راح يساوي الديتنشن تايم في البي نوت، وعندي هنا ال 3 اورز مطين اياها بالسؤال في البي نوت اللي هي 31 متر بير داي. طبعا هنا ال 24 هذا التحويل فطلع لي الدف. فاذا انا بالديزاين حصلت على الدبليو وعلى ال وعلى ال H. اوكي يرجع يقول انه ال L الى ال H، اشيك ال L الى ال H 16.28 الى 1 هي اكبر زين greater than من 15 الى 1. هذا طلعك لي خارج النسبة بس يعني قريبة عليها. والدبليو الى ال L اللي هي 3.25 الى 1 من ضمن الرينج. ف ما عندي يعني ماكو داعي تشيك. المهم هي الديزاين، هذا الديزاين تصميم فيعتمد على انه الرينج الموجود عندي اذا شويه هو 15 الى 1 فيعني مو اشكال اذا طلع 16، بس اذا طلعت نسبه كلش كبيره لا، هذه معناتها يرجع انه يحتاج اكثر من خزانات، اربع خزانات. يعني هو فرض اربع، هذا يقول لك هو افرض اربع، عندك انت اربع خزانات. فهنا أنا ما عندنا مشكله بالدبليو ال ال الى الاتش، والدبليو الى الاتش ما بيها مشكله تكون قريبه اذا طلعت 16.28 قريبه الى 15 الى 1 الراشيو، والدبليو الى الاتش 3.25 اللي هو من 3 الى 1 6 الى 1 الراشيو. الهوريزونتال فيلوسيتي هذه اللي حكينا عنها، شلون احسب الهوريزونتال فيلوسيتي وطالبها بالسؤال، شلون احسب الهوريزونتال فيلوسيتي الكيوب مو على الدبليو، الدبليو انا حسبتها والاتش انا حسبتها والكيو لازم اقسمها على ايش قد، على 4 على 4 فيطلع 0.35 متر بالمتر. هذه هوريزونتال فيلوسيتي. اوكي طلاب مفهوم عني؟ أوكي. هذا الجدول اللي هو اللي يعني اللي ياخذه يعني دائما يرجع لحتى يشيك. نرجع على الحسابات على الفلو شيت. اكو حد حل حليت التمارين لو ما حليته دكتور اربع حارتنا نحلها وشفنا ماكو اساينمنت يعني هسه نتناقش بيه كان دزيتوا لي حق الليجرام اذا حليته. كان تقولي كان تقولي دكتوره سوي اساينمنت حتى ندزه. يلا مو مشكله نتناقش به. هذا نفسه اول واحد اثنين واحد يمكن اكو مثال على نفس حاله الثاني بالمحاضرات طلاب اذا شايفتوا لي زحمه. هذا ابو الثلاثه في الويب يعني الويب لودنج هسه قبل شويه يمكن حكيت عنه بس يمكن اختلاف رقم. المهم نبدا من البدايه. بس شو يريد من عندي؟ ايش عندي؟ عندي خزانين اللي يعني اللي يريد يحكي وياي خلي يقول لي اسمه حتى خلي اشاره يم اسمه. كم خزان عندي هنا؟ دكتوره خزانين مطينا علي علاء. اوكي خزاني نوع الرياكشن ثلاثه. ايش قد الود 6 دكتوره والارتفاع 24 و 2.7 دكتوره هاي لو 27 اي لا 2.7 ماكو 27 دكتور. انا اريد احسب ال determine time. اي لا السيرفس اوفر فلوريد يعني الاس او ار او الديزاين فيلوسيتي. بعد يحسب التايم ويريد الهوريزونتال فيلوسيتي ويريد
الاوتليت وير لودينج رايت مفهوم؟ تمام دكتورة. قد ثلاثة تايمز بالود يعني ثلاثة من الود يعني ثلاثة في دبليو. زين نجي أول خطوة شرحها حس لازم عندي الكلور هاي خلوها ببعضكم خلوها شوية بس الصوت عيني بس شوية إذا أحد فاتح مايك بس الفلوريت بطيك حجم وبطيك تايم متر مستحيل الكيو فالكيو اللي هي ألف على تايم مكعب على 12 أطلع الكيو طلعت الكيو أوكي هو شيري من عندك السيركس أوفر كلوريت شلون اطلع السيركس اوفر كلوريد الاس او ار او الفينو شلون اطلعها طلاب صارت الكيو ما عندي هي الكيو على الاي من وياي مشكات مشكات هي الكيو على الاري الاري شنو هي هنا دبليو في ال دبليو والال موجوده عندي اي نعم موجوده عندي دبليو 6 والال 24 اوكي ماشي هسه اطلع ايش قد الفينو وراء شلون احدد التايم غيرك مشكات مصطفى جوال مصطفى جوال مصطفى جوال اخو جاسم جاسم ميسم ميسم عماد اللي ما يجاوبني أنا خلاص هاي صفر راح أخليه هنا ما يسم ماكو أسعد خالد وينك أسعد أسعد عيدر غازي ماكو علي غازي نعم دكتورة من وياي نعم دكتورة صرت بسمع علي غازي علي غازي شلون أحسب التايم عندي دكتورة ما قال المادة بعد ما طلع أنا بسيطة على الشرح مالتي دكتورة ما متابع العفو دكتورة نعطيك فرصة على أسبوع الجاي علي إن شاء الله إن شاء الله إذا على الله العفو دكتورة أسعد خالد أسعد وين كنت يلا شلون أحسب التايم دكتورة الحجم على كيو البي إلى الكيو أوكي الحجم شلون احسبه هذا اكتن بلا تانك شلون احسب الحجم الطول في عرض في الارتفاع تمام والكيو عندي حسبتها نعم اوكي زين شلون احسب الهوريزونتال فيلوسيتي اسعد شلون احسب الهوريزونتال فيلوسيتي هسه حسبنا التاج هوريزونتال فيلوسيتي شلون احسبها دكتوره ترى السؤال المحاضره ما طلع عندي بالصوره ليش على مو طلع مو ظهره قدامكم السؤال والله ما طالع هسه كنا تيم مضايق كله طلاب البقيه وموجودة عندكم محاضرة ما موجود يعني ما معروضة لا وأنا دزيتها بي دي اف مشكات ظهر علي علي على ظهر دكتورة ما ظهر أنا يعني أوكي دكتورة ظهر يعني ظهر لا موجودة هسه انا ما يم ظهر ابد اوكي ماشي كذا اخذ سكرين شوت للتاكد موجوده الرابلمس موجوده هاي جزئيه مش نتفول انوار اوكي هسه من يجاوبني شلون احسب الهوريزونتال فيلوسيتي محمد علي محمد علي محمد علي ما موجود كامل أيمن سجا 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 براء مرتضى جمعة
مرتضى جمعة ماكو؟ سماء حازم مريم خالد زين العابدين هدى نعم دكتورة من وياي زين العابدين زين العابدين شو نحسب الهوريزونتال فيلوسيتي دكتورة والله ما قال المادة ان شاء الله اسبوع جاي دكتورة زين عندي هدى هدى ممتاز هدى هدى ماكو محمد منشد محمد حمزة هشام مصطفى جمال العفو دكتورة نعم تفضل دكتورة ترى عندنا امتحان احنا بهذا الاسبوع والولد خطية يعني ما قدروا يقرون فمين خالف على الاسبوع الجاي تمتحنينه ماشي لان اغلبنا والله دكتورة اغلبنا التهينا بالامتحان وما قدرنا نقرا والله امتحان شنو كان؟ ما المادة والله دقيقة هسه اشوف دكتورة بلش الامتحان ظواهر العفو ظواهر ظواهر زين هل تحلوها الأسبوع الجاي نناقش فيها؟ إن شاء الله إن شاء الله دكتور الآن ما امتحنتوا شو راح نمتحن؟ شو وقت تريدوا الأسبوع الجاي امتحان؟ لا دكتور الأسبوع الجاي تقريبا 3 امتحانات خميس وسبت على الأسبوع اللي وراء؟ الجمعة إن شاء الله على الأسبوع اللي وراء إن شاء الله إن شاء الله نتفق ممثل خلي يبلغج اوكي ماشي بس طلاب حاولوا تقرون لان ترى بتطلعكم الماده بعد ما تقدر ان شاء الله ان شاء الله دكتور الماده من وياي ماشي يعني العفو اللي بقوله الطلاب البقية عندكم تمارين توتوريال وامتحان الهاب التوتوريال وبنوية المجاميع لازم تحلوها كل مجموعة بها 4 طلاب حلوا التمارين إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بس شوية همتكم ترى يعني بس 2-3 دي يجاوبون والباقي ماكو رجاء أنا على مودكم ترى يعني دكتورة أنطي محاضرة يمي درجات وأقيم الطالب إن شاء الله إن شاء الله دكتورة شوية اهتمام بالمادة لأن المادة يراد لها تركيز يراد لها قراية إن شاء الله ماكو صعوبة إن شاء الله ما بينا يعني ما أعتقد بيكون صعبة يعني ما راح تكون صعبة على اللي يقرأ واللي يتابع بس تكون صعبة على اللي ما يقرأ واللي ما يتابع واللي بس يسد الحضور ويطلع ما رجع شيء أكثر رفض واجب أنتوا شنو رجاء قال أوكي ما مشكلة إحنا نتناقش فيه أثناء المحاضرة أوكي طلاب ما تقصني والله دكتورة عاش تيديش والله ماشي أنا كملت ما عندي شيء طلاب تمام دكتور سلام شكرا دكتور عاشتي شو والله شكرا